بما اننا بنتكلم على الدوري المصري، خلينا نبتدي كلامنا وحلقتنا النهارده بالحديث عن مباراه الامس وفوز النادي الاهلي بنتيجه 2-0 على فريق سيراميكا كليوباترا في مباراه كانت قويه جدا وفيها نديه بشكل كبير. فريق سيراميكا فريق محترم جدا، واضح ان هم مجهزين نفسهم بالشكل الامثل لخوض غمار بطوله الدوري هذا الموسم وللبقاء كمان في البطوله دي بعد انتهائها، فادوا اداء اكثر من رائع، لكن استطاع النادي الاهلي في النهايه ان هو يفوز بنتيجه 2-0. لكن في بعض النقاط اللي حابب اتكلم فيها مع حضراتكم وتحديدا بعض اللاعبين، وانا عايز ابتدي بوالتر بواليا. والتر بواليا مباراه يعتبر بالنسبه له امبارح جيده كبدايه ليه مع النادي الاهلي، لعيب واضح انه عنده شخصيه مميزه، قدرات بدنيه ما شاء الله لا قوه الا بالله جيده جدا. كمان في بعض المواقف اللي قدر يتصرف بيها بالشكل الامثل، لكن انا في نقطه بالنسبه لي وهي نقطه ايجابيه قوي قوي كنا مفتقدينها بقالنا فتره في النادي الاهلي بالنسبه لوالتر بواليا، لو تعرف تجيبها لي يا بيبو معلش، وهي ضربه الراس اللي لعبها بواليا قبل ما يخرج، قبل ما يتغير في الشوط الثاني بعد عرضيه اعتقد علي معلول، والراجل الكره جايه وراه جايه في ظهره، فقدر ان هو يطلع ينط بشكل مميز ويرجع بدماغه عشان يلعب الكره، وكانت فوق العارضه بحاجات بسيطه، فدي نقطه ايجابيه جدا، واضح ان هو بيمتاز بضربات الراس بالشكل الجيد اللي محتاجه النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، بخلاف طبعا المهاجمين الموجودين في صفوف فريق النادي الاهلي مميزين جدا. لكن والتر بواليا مبشر جدا ولاعب باذن الله هيكون مؤثر في تشكيله النادي الاهلي.